المواجهة الأخيرة للمجموعة الثالثة من كأس الاتحاد الآسيوي جمعت الفيصلي ودهوك العراقي على استاد عمان بعد طول غياب. الأزرق بدأ المباراة والمساندة الجماهيرية هي الأكبر منذ بداية الموسم. الفيصلي الذي يلعب وهو بحاجة للفوز ليتأهل أولا لإرضاء الجماهير وتجنب ملاقاة فريق ناساف الأوزبكي متزعما المجموعة الأولى. بدون جدوى أخذ الشوط الأول تبادل الفرص الضائعة من الفريقين مع أفضلية للأزرق بكمية الفرص، ولكن لم تأتي الرياح كما تشتهي السفن. عودة للشوط الثاني من اللقاء والذي أصبح التوتر والقلق واضحا على لاعبي الفيصلي، لأن الأخبار القادمة من لقاء الجيش السوري والنصر الكويتي كانت سببا في الضغط النفسي للاعبين والجماهير التي تعطي الجيش التأهل لجانب دهوك العراقي. وبدأت الجماهير الفيصلاوية بالمغادرة وهي غاضبة لنتيجة المباراة واللاعبين حالهم أيضا كذلك. مبروك الكرة العراقية، يعني الفريق هذا أول مرة يشارك في بطولة آسيوية، الحمد لله الإنجاز حقق أنه ترشح مرحلة ثانية، سواء أول أو ثاني هذا إنجاز أعتبره بالنسبة لفريق دهوك رغم الظروف الصعبة اللي عشناها، مع العلم أنه هاي المباراة مباراة صعبة بالنسبة لنا. الفيصلي فريق كبير على أرضه وعلى جمهوره، حصلنا من عنده نقطة وأصبح خارج اللعبة، هو خلاص هاي الفوتبول تعادل روحنا النجمة، فأكيد هاي كرة القدم ما سجلناش أكيد راح تخسر تأهل. الحمد لله رب العالمين على كل شيء، ما قدرناش تأهل، والله موفقنا، ما قدرناش نفرح الجمهور اللي عزرنا، الحظ وقف ضدنا، ربنا مش كاتب انه نتأهل. هسه ان شاء الله يعني راح نشتغل الافضل ان شاء الله، عندنا شباب صغار ان شاء الله يعني يشدوا حيلهم يكونوا نجوم ان شاء الله الفيصلي ومنتخب الوطن ان شاء الله. التعادل كان سيد الموقف لينتهي اللقاء، والكل مؤكدا ان النصور الزرقاء لن تحلق الى اسيا، ولكن لا تستبق الاحداث ودعا الحسابات والقوانين الخاصة للعبة تأخذ مجراها لتدخل دراما الكروية مشهدا لم يكن الفيصلي يعلم بأنه قد تأهل. يوسف البستنجي من استاد عمان الدولي لتلفزيون رؤيا.